متوسط انتاجيه يعادل 19 طن للفدان. طيب ده طبعا في فرق بينه وبين طبعا اكيد في فرق. طيب ده يخليني اسال حضرتك، احنا تقريبا انتاجنا قد ايه من السكر في مصر؟ كويس. ومتى سنصل للاكتفاء ذاتيا؟ احنا عندنا بنصدر سكر من القصب اللي هو السكر البني زي ما حضرتك قلت في بدايه الحوار، لكن احنا انتاجنا بقى مجمل من السكر قد ايه يا فندم؟ كويس، هقول لك كده حقائق في دقائق كده، فاكتشيت سريع كده. مصر بتستهلك سنويا ما يوازي 3.2 مليون طن سكر. تمام؟ 3.2 مليون طن. كمية السكر، هنتكلم على سكر القصب. مصر فيها 345 ألف فدان قصب، بيوجه جزء كبير جدا منهم حوالي 245 ألف فدان لإنتاج السكر من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية، تكافئ حوالي 900 ألف طن، يعني قرب المليون. يبقى دي 900 ألف طن منين؟ من القصب. تمام. الحمد لله عندنا دلوقتي الخريطة المساحية بتاعت بنجر السكر في ازدياد، وده راجع للخطة اللي الدولة حطتها والتناغم اللي بيحصل ما بين وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الصناعة. وهنقول الكلام ده ازاي؟ بدأت النهاردة وصلنا لمساحة بنجر سكر توازي 640 ألف فدان، وده رقم محترم. متوقع هذا العام إن شاء الله يدي 1.7 مليون طن سكر. يبقى 1.7 مليون طن نجمعهم على 900 ألف اللي جايين من القصب، يبقى أدي حضرتك كام؟ 1.7 مع 9، يبقى رقم قربنا على إيه؟ الاثنين وثمانية من عشرة. ده مفروض متوقع السنة دي إن شاء الله دكتور. بإذن الله. بالعلاوة على عندي رقم خفي كده، إن عندنا شراب اسمه شراب الجلوكوز والهاي فركتوز، دي اسمها المحليات الصناعية، تخش في صناعة الأدوية، تخش في بعض المشروبات، بتخش في بعض صناعة الحلويات، دي بتخرج من الذرة. عندنا شركة وطنية كبيرة في مصر بتنتج المحليات الصناعية دي. الكمية اللي بتخرج من المحليات الصناعية تعادل 250 ألف طن سكر. فلو جمعنا ربع مليون طن دوت مع ال 900 ألف مع ال 1.7 ونقارنهم بالاحتياج اللي هو 3.2 مليون، نلاقي ان احنا اقتربنا من اكتفاء ذاتي 90%. ده رقم ممتاز بعد ان كانت هذه الصناعه تعاني من مشاكل وتعاني من ندره وعدم وفر وتعاني من ارتفاع في الاسعار. بفضل الله نتيجة لجهود الحكومة وهذا التناغم، واللي ماسك الملف ده وزارة التموين والتجارة الداخلية اللي بتنسق فيه مع وزارة الزراعة، اللي بتنسق فيه مع الهيئة العامة للاستثمار عشان تجذب مستثمرين جدد لهذه الصناعة، اللي ماسكة خطة تطوير للمصانع. واحنا معالي الوزير حضر وجه يعني من 3 سنوات بتطوير الشركة عندنا، وطورنا الشركة ووصلنا إلى سعة نسبه، لما كنا بنستقبل 14 ألف طن بنجر في اليوم بقينا نستقبل 21 ألف طن بنجر في اليوم، وهذا يعني تشغيل كفاءة مثلى واستيعاب للمساحات اللي بتكبر.